السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس المعادلات إحدى مواضيع مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي. في هذا اليوم أعزائي الطلبة سنتعلم كيف نحل معادلات بسيطة ذات خطوة واحدة ذهنيا. نبدأ بهذا التمهيد. لدى سمير 4 دنانير، ذهب لشراء كرة فبقي لديه دينار واحد، فبكم اشترى الكرة؟ فكروا في إجابة هذا السؤال ذهنيا. 4 دنانير، بقي لديه دينار واحد، فكم ثمن الكرة؟ أحسنتم، إجاباتكم صحيحة، اشترى الكرة ب3 دنانير. ما القاعدة التي تستعمل لإيجاد ثمن الكرة؟ لاحظوا معي، المبلغ الذي مع سمير بداية ناقصا ثمن الكرة يساوي ما تبقى لدى سمير وهو دينار واحد. إذن حصلنا على هذه القاعدة، المبلغ الذي مع سمير ناقصا ثمن الكرة يساوي ما تبقى لديه. سنعبر الآن عن هذه القاعدة رمزيا. المبلغ الذي مع سمير 4 دنانير، كتبنا 4. العملية طرح ثمن الكرة، عبرنا عنه بمتغير هو سين. لماذا أعزائي الطلبة؟ لأن ثمن الكرة مجهول، هو الشيء الذي أريد إيجاده فأعبر عنه بمتغير، يساوي ما تبقى لديه ألا وهو دينار واحد. إذن تسمى هذه الجملة معادلة. المعادلة هي الجملة التي تحتوي على تعبيرين تفصل بينهما إشارة المساواة. يسمى التعبير الأول في الطرف الأيمن الطرف الأول، وكذلك بعد إشارة المساواة يسمى الطرف الثاني. حل المعادلة، ما هو حل المعادلة؟ هي عملية إيجاد الحل، حل المعادلة، وهي قيمة المتغير أي قيمة سين الذي يحقق الجملة الرياضية أي يجعل الطرفين متساويين، ولنوضح ذلك بهذا المثال. حل المعادلة 7 زائد سين يساوي 12. فكروا معي في إجابة السؤال ذهنيا، ما قيمة سين التي تضاف إلى 7 لكي نحصل على 12؟ أبدعتم، قيمة سين هي 5. كيف حصلنا على 5؟ 7 زائد 5 سوف يعطينا 12. الآن لنتأكد من صحة الحل، يجب أن نتحقق من صحته بهذه الطريقة. بداية نكتب المعادلة الموجودة في السؤال، ثم نقوم بالتعويض عن سين بقيمتها التي افترضناها وهي 5. إذن بدل السين نكتب 5 زائد 7 يساوي 12. بعد التعويض عن السين بالعدد 5 سيصبح لدي عملية حسابية في الطرف الأول وهي الجمع. بعد التعويض علي أن أوجد ناتج الجمع. في الطرف الأول ناتج الجمع هو 12 يساوي الطرف الثاني وهو أيضا 12. إذن طرفي المعادلة متساويين والإجابة صحيحة. إجابة المعادلة أو قيمة السين أو حل المعادلة هي 5. ننتقل لمثال آخر. لاحظوا معي أعزائي الطلبة أن العملية هنا هي طرح. إذن كيف أقوم بحل المعادلة الآتية؟ فكروا في إجابة السؤال ذهنيا، ما هي قيمة واو التي تحقق المعادلة؟ أحسنتم، قيمة واو التي تحقق المعادلة هي 85. 85 ناقصاً 25 يعطي الناتج 60. والآن للتحقق من صحة الحل
وهو 85، نقوم بالتعويض عن قيمة المتغير إلى أن نجد أن الطرفين متساويين. لاحظوا معي، نكتب المعادلة الأصلية المكتوبة في السؤال، واو ناقصا 25 تساوي 60، ثم نقوم بالتعويض عن الواو بقيمتها وهي 85. أصبح لدينا الآن عملية طرح، نقوم بإيجاد الناتج في الطرف الأول، سنحصل على 60 تساوي 60 في الطرف الثاني، إذن طرفي المعادلة متساويين، إذن الحل هو 85. ننتقل إلى مثال جديد ولكن بعملية مختلفة. الآن سنحل المعادلة 12 صاد تساوي 36. لاحظوا معي أن العملية هنا هي ضرب، أي أن الاثنى عشر مضروبة في المتغير صاد. سنقوم بالتفكير في إجابة السؤال ذهنيا أعزائي الطلبة، فكروا معي، ما هي قيمة صاد؟ أحسنتم، سنقوم بالتفكير، ما هو العدد الذي إذا ضرب في 12 يعطي 36؟ إجاباتكم أتمنى أن تكون صحيحة، ما هو العدد؟ هو 3. إذن حل المعادلة أو قيمة صاد هي 3. كيف أتحقق من صحة الحل؟ بداية نكتب المعادلة، ثم نقوم بالتعويض عن قيمة صاد بالعدد 3، ولا ننسى هنا أن العملية هي ضرب. إذن في الطرف الأول للمعادلة لدينا عملية حسابية هي الضرب، سنقوم بعد التبسيط بإيجاد الناتج، 12 ضرب 3 هو 36، وهو يساوي الطرف الثاني، إذن طرفي المعادلة متساويين، أي أن إجابتي صحيحة. ما هي الإجابة؟ قيمة الصاد تساوي 3. انتهينا من مثال للجمع والطرح والضرب. الآن سننتقل لمثال يحتوي على عملية ماذا؟ القسمة. حل المعادلة الآتية، 16 تساوي هاء مقسومة على 4. إذن هذا الخط الأفقي يعني عملية قسمة أعزائي الطلبة. ما هي قيمتها التي تجعل طرفي المعادلة متساويين؟ نفكر في إجابة السؤال ذهنيا، حاولوا معي أعزائي الطلبة. بارك الله فيكم، سأفكر الآن، ما هو العدد الذي إذا قسم على 4 أصبح الناتج 16؟ نلاحظ، ما هو العدد؟ إذن إجابة السؤال أو حل المعادلة هو 64، أي أن هاء تساوي 64. كيف نتحقق من أن الإجابة صحيحة؟ نقوم أولا بكتابة المعادلة، ثم نعوض عن هاء بقيمتها التي حصلنا عليها أو افترضناها وهي 64، نقوم بإجراء عملية القسمة في الطرف الثاني للمعادلة، ناتج القسمة هو 16 يساوي الطرف الأول وهو 16، إذن طرفي المعادلة متساويين، أي أن الإجابة صحيحة، وحل المعادلة هو قيمة هاء تساوي 64. أحسنتم أعزائي الطلبة، شكرا على حسن انتباهكم، والآن جاء دوركم، إليكم هذا التدريب الشيق، اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي، لديكم دقيقة واحدة للتفكير في الحل. حل المعادلة صاد زائد 15 يساوي 20، ما هو؟ هل هو 7، 9، أم 5؟ لديكم دقيقة، ابدأوا الآن.
أحسنتم أعزائي الطلبة، إجاباتكم رائعة، أتمنى أن تكونوا قد توصلتم إلى الحل الصحيح. لنتابع معا، لنفرض أن الإجابة هي 7، هل 7 زائدا 15 تعطي الناتج 20؟ لا، 7 زائدا 15 ناتج الجمع هو 22، إذن الإجابة ليست صحيحة. هل 9 زائدا 15 يعطي الناتج 20؟ لا، إذن الإجابة هي 5. أحسنتم أعزائي الطلبة، والآن ننتقل لتدريب آخر لتتمكنوا أكثر من إتقان هذه الكفاية. ما هو حل المعادلة س ناقصا 24 يساوي 30؟ هل هو 14، 44 أم 54؟ لديكم دقيقة أعزائي الطلبة. بارك الله فيكم أعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا توصلتم للإجابة الصحيحة. ما هو العدد الذي إذا طرحنا منه 24 نحصل على 30؟ هل 14 إجابة ممكنة؟ كلا، 44 ناقصا 24 سنحصل على 20، إذن الإجابة ليست صحيحة. فما هي الإجابة الصحيحة؟ هي 54، 54 ناقصا 24 يعطي الناتج 30، إذن الإجابة الصحيحة هي 54. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وشكرا لجميع محاولاتكم. والآن لمزيد من التمارين يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الأول الإعدادي صفحة 30. شكرا لكم ولحسن انتباهكم وإصغائكم لدرس اليوم، ونراكم في درس جديد.